السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعاً لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ايش وائل، صباح؟ صباح يا حبيبي، شو اخبارك؟ الحمد لله، وانت شو اخبارك؟ والله الحمد لله. شو في اخبار سياسية؟ قحة. لا 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 ما شاء الله. وين سوريا ولا بلندن؟ لا وين ما بدك. يا شباب بالله عليكم، تشبيس للصباح. ما يربحناش عليكم، لا تخلوا امير يربحنا بالله عليكم. يا شباب جحفلوا. امير شو اخبارك؟ الحمد لله، وانت شو اخبارك؟ شو اخبار العيلة الاهل؟ والله الحمد لله تمام. شو هلا نشاطاتك الجديدة؟ ما في حتى نشاطات، راك شايفهم مرة ننزلهم في النشاطات. من اين تؤكل الكتف يا امير؟ من القضاء. من وين؟ من القضاء. من القضاء ولا من الفم؟ لا من القضاء. من القضاء تؤكل الكتف. عندي فكرة. ليش ما تعملش مسلسل يكون عنده يعني صيغة مثل عالم دار؟ شكرا حسين. شوف مسلسل عالم دار صح؟ ما شفته والله. إذا بدك الصراحة يعني بكون قديم شوي، كذب عليك إذا قلت لك إني شفت حلقة منه. والله ما شفت حلقة، أقسم بالله العلي العظيم ما شفت حلقة من مراد عالم دار. مشهور المسلسل جدا، اسمه وادي الذئاب. وادي الذئاب المسلسل طبعا. وهذا المسلسل بعرف انه بيصير ابديت، يعني كل اسبوع بيعملوا ابديت للاخبار السياسية والما بعرف شو كذا، وبيعملوا قديم مسلسل. قديم شوية، قديم كتير، قديم صار اكتر من 10 سنين. اكتر 10 سنين، اي اكتر طبعا. من احسن المسلسلات، شوف اثنين مسلسلات عجبوني كتير، في المسلسلات التركية، في مسلسل عم وادي الذئاب وفي مسلسل أرطغرل. الاثنين ما شفتهم أنا، والاثنين عم يقولوا الناس عنهم حلوين. رئيس المخابرات، شو المخابرات الجزائرية أهرب، رئيس المخابرات الجزائرية أهرب أهرب رفيع. هذا يا جماعة هذول وائل بيعرف، وائل بيعرف كل ممكن سؤالين طبعا. ايه تفضل. لا لا هنن عم يقولوا لي بدنا نسألك سؤال. انت سألني. تفضل تفضل. لا لا معي عادي عادي. شوف على التعليقات. شو هاي اللي حاطة برقبتك هاي؟ ايه كونك انت مظهرة للعالم بدنا نسأل عنها يعني. ايه هذه للأمازيغ. هذا شعار الأمازيغ. ورجيني اياها بالله. هي راجل معنى تبعها يعني مثل زلم، وهادو رجليه بالارض بارضه، وهذا هون راسه وهون ايديه للسماء، يعني ثابت على ارضه. تمام. هذا شعار الامازيغ. اكتب الامازيغ في جوجل بيطلع لك على طول الشعار. ايه ايه لا معروف طبعا. وفي وفي وفي, وفي العالم شافون حطوا في كمان راية عليها نفس الشيء. هلا عم يقولوا عنك عواين للفرنسي، ليش؟ لأنك عايش صحيح هاي عوايني. ولو تروح تعيش بأمريكا راح تصير عواين البايدن. تصير عواين البايدن. والله شوف يا أمير، أنا صراحة أنا ما بحب لفرنسا. والله أنا ما بحب لفرنسا صراحة. في فرنسا رحت لهونيك، يعني رحت لهونيك قعدت بال 2001، نزلت على مهرجان افينيون ومثلت سوريا بمهرجان افينيون. لا يعني كثير بسمع عن شانزليزيه وشارع باريس وكذا. سكنت بفندق، طبعا سكنت بفندق بقريب من شارع شانزليزيه بنفس اللي ريحه البط في مطعم صيني. اول مره بنزل على باريس مطعم صيني مدري شو كذا بيعمل بط وناشر بط برا، وريحته بتموت فايتي على الاوتيل. كرهت فرنسا. والله العظيم كرهت. اول شايف هذا المطعم نزلتي. هو قريب يعني كثير. اغلب العواصم، اغلب عواصم العالم ما تكون حلوه.
عن جد عم بقى والله عن جد اغلب العواصم مثلا مش يعني مثلا لو تشوف في سوريا مثلا في مناطق كتير حلوه على الشام مزبوط وفي مناطق ما انا حلوه حقيقه فهمتون يعني وكل حاجه بتتميز بشغله صحيح صحيح هلا مثلا عجبتني الموقع اللي فوق اللي بتتفرج فيه من المدور شو كان اسمها الكنيسه او موقع بتشوف كل باريس تحتك في فوق باربس هي فوق هيك بتطلع لها على درج بتطلع لها ساكريكار اي شو اسمها ساكريكار اي والله قولها انا عارفها والله والله ده قولها ساكريكار فوق باربس ساكريكار اي بس انا حبيت الجزائر اكثر بكثير انا حبيت الجزائر اكثر من فرنسا لا الجزائر حلوه طبعا شوف في فرنسا اكثر ممكن من 6 مليون ونصف مليون جزائري هي اكبر جاليه بفرنسا 6.5 مليون ما شاء الله مثل في المانيا ممكن اكبر جاليه هي تركيا وبعدين تجي سوريا صح بالمانيا ممكن اكبر جاليه هي تركيا بالمانيا اكبر جاليه تركيا لا مو سوريا بعدها يمكن في جاليه ثانيه على حسب علمي هي على حسب علمي سوريا هلا السوريا هلا يمكن السوري ما بعرف هلا يكون ممكن سوريا هلا السوريين ما في مليون يعني يمكن ب ب بألمانيا مين سوريين بألمانيا لا أكثر من مليون. لا مليون ما في أكثر لا أكثر أنا لما كنت فيها أصلا من زمان كان مليون هن المليون بس مفعولهم 10 مليون بس مليون هن عارف مفعول 10 مليون بس إن المليون هو أقل بشوي يعني لا في كتير ما عندي أصدقاء سوريين سورياتهم باللايف وعايشين بألمانيا بيعرفوا في ما على قالوا هن دائما بيقولوا أكثر بس لا العدد عندهم صحيح يمكن مليون دي ما رح يكتبي عنده قالت لك هون هذه صديقتي عايشة بألمانيا هي من سوريا بتقول في 2 مليون 2 مليون صاروا؟ فوق 2 مليون ونص أكثر من سكان ألمانيا مشان هيك صار يعملوا قوانين طرد طبعاً إيه؟ طرد الألمان ما في كتير ألمانيا شوفي جديد عندك شوفي ما في على رمضان والله على رمضان ان شاء الله بلا في رمضان لكن ان شاء الله ايه اوكي في حاجه شغله حصريه ولا ما في حصريه هي بلا لا في شغله خبرنا بها احنا حصري ولا لا خبرت فيها والله هو مسلسل اسمه معاويه بن ابي سفيان اوكي مسلسل تاريخي قوي جدا تاريخي ديني تاريخي لانه ما بيتطرق للامور الدينيه يعني ما بيتطرق للامور اللي لها علاقه بالفقه ما الفقه لا يعتبر ديني يعني ولا القران ولا الحد سيره معاويه بن ابي سفيان مسيرته كيف بنى الدوله الامويه وكيف اسسها وكيف من خلقه من اول ما انخلق لا مماته وفي اكشن ولا ما في اكشن شكرا حسن طبعا في كل شيء هلا اذا بتعرف انت تاريخ معاويه بشكل معركه ذات الصواري فتح القدس كيف تم في كثير امور يعني بس ما فينا نحكي عنه اوكي خلوها للرمضان وبلش التصوير خلاص خلصنا تصوير خلصت التصوير يعني وين تصور في معنى ممثلين من الجزائر ما شاء الله وتصور بلد عربي لا كان بتونس اوكي مشان هيك نزلت على تونس لما قلت لي رايح نزل على تونس فهمت اخبار انت مستقصى لا والله بس كنت شفت كتبت مش هيك سالتك مليون يوم ما قلت شو عندك امير قديش مواليدك اصغر منك باربع سنوات 83 انت 83 ان شاء الله العمر كله يا رب الله يعزك انا ملتزم طبعا ملتزم شو عم يسالوني هل انت ملتزم دينيا قلت لهم انا ملتزم بدين رب العالمين طبعا ملتزم طبعا
الحمد لله رب العالمين وملتزم والله لا يحيدنا عن الطريق. اللهم امين. ممثلين مين اللي ما قلتوا معكم من الجزائر؟ والله كثير شباب من الجزائر. ادوار رسميه ولا ادوار ثانويه؟ لا ادوار رئيسيه يعني تقريبا يعني. ادينا ممثل ولا اثنين؟ ممثل واحد ولا اثنين؟ ادينا ممثل ولا اثنين؟ مخليهم ما بركي ما بده يقولوا هن. خلاص. ارحب يا ملك. جاي مين؟ لا لا 77 لا 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 هذا الكلام مو صحيح. شو؟ الكم. على الصدام. عارفين مغني ولا بتعرفوا واقف؟ اي مغني؟ اي مغني؟ سمعوا بابا 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 يا شمشون اوو ان شاء الله حسن حي الشمشون هيا نعمل جو الفاصلة كيف الاخي الفاصلة؟ اي فاصلة جاي روحكم مني كيفية هذه الفاصلة شد همتك بدنا نحكمك ترجع على الجزائر لو بحياتك ما عملوا لك تمثال تاع ذهب بدنا نحكمك ترجع على الجزائر موجودا الاستاذ وائل شرف في مطار الجزائر بالله الله هاي المغني ما بتعرفه هاي المغني انت سمعها في عارف اللي سمعها في بس بدي تسمع الصوت ان شاء الله تعرف مو مامي مو مامي لا هذا متوفي شاب سمعني شوي قول 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 ذكرته انا قول قول شاب حسني شاب حسني يا حبيبي شاب حسني ما الله يرحمه طيش ترحب شاب حسني ما في منه انا عم بسمع جزائري اسمع شوف النوم قلبي مهموم جروح كبيره ما شافيها بدني نضحك ساعه ونبكي يوم يا ونبكي يوم ذنوب حياتي انا دائما بسمع جزيري ما شاء الله هذا الشاب حسني تقتل في 94 الله يرحمه رحمة الله ولساتنا اليوم من هذا بنسمع أغانيه و... ايه رحمة الله عليه صوت رائع جدا شاب حسن بلبل ايه والله دبل الحكم ترجع على الجزائر حبيبي حلونا الدبل لي كيف ربي يقطعنا رسالة الحكم إعدام هو إعدام مش حكم مستشفى حكم إعدام على طول راح يجوك إخواننا يدعموك ولا راح يجي ساعة اللي ويضرب عندك 50 أسد والله اسمع الا لك شغله يا امير انا يعني هلا انت طبعا شغلك يعني هذا شغلك انا ما يعني انت انا بحس انه الفن يعني الفن احلى بكثير من السياسه يعني بحس السياسه يعني يا اخي متقلبه يا اخي وفيني وصل رساله سياسيه عن طريق الفن فيك توصل رساله بس هو من بتعرف من اسخف انواع الفنون هي الفنون السياسيه يعني في كتاب مسرحيين كتبوا مسرحيات سياسية ولا أسخف من هيك وفيني عد أسماء كبيرة كتير يعني حقيقة لما بيتدخل تدخل السياسة بالفن بيفقد الفن القيمة الإبداعية أما لما يدخل الفن بالسياسة بيعطي قيمة إبداعية للسياسة لانه صح. الفن لما بيدخل بالسياسه بيصير اخلاقي كثير صح لانه الفن انساني اساسا يعني فيكتور هوغو
فيكتور هوغو لما كتب البؤساء أريا البؤساء لفيكتور هوغو، اقراها بالفرنسي. طبعا هي رائعة جدا يعني، صح هي بتعبر عن موضوع، أو شكسبير لما كتب عن كتب مسرحياته كلها، إن كانت هاملت ولا المكبث ولا الملك لير، كلها سياسية بس هي إنسانية. هو ما شافها من المنظور السياسي، هو ما ناقش الحكم وما ناقش الكرسي ولا ناقش الأساليب أبدا، هو ناقش الحياة الإنسانية داخل هدول الشخصيات، عرفت كيف؟ فلهيك أخذ، لهيك أخذوا شخصيات، يعني أخذوا الشخصيات قيمة كبيرة كثير عند العالم، وما زال من 600 سنة إلى الآن شكسبير يدرس، وما زال إلى الآن فيكتور هوغو يدرس. لهيك هدول بيعتبروا يعني يعتبروا قامات كبيرة كثير. لهيك الفن أرقب كثير من السياسة، مو بمنظور، مو لأنه أنا فنان، ما بصير أحكي هيك لأنه أنا فنان حقيقة، لأنه فيه انتقاص هو من أي شيء آخر سياسي، أكيد في سياسيين مهمين بالهاي حزو جحفل. إيه، فمن من من قوة السياسة إلك إنك خسرت، من قوة السياسة فنيا إلك خسرت أنت. ها عارف إنه جحفل. ايش فن السياسي؟ شو الفن السياسي كده؟ اخذكم بالحديث وخشيتكم على شكسبير، وبعدين اخذكم على على فيكتور هوغو وداكم على فيكتور هوغو، وبعدين لف بكم فرنسا خش بكم على هوب هوب. شفتوا لسه شو شفتوا؟ شفتوا كيف خلصت اللعبة وربح؟ شفت الفن السياسي؟ انا كنت عارف وبعت نذكر فيكم، ردوا بالكم السيد راه واخذ بعد وين جولاتي، اقوى جولاتي دخل بيكم على البعض على عرض البحر وبلش حبيبي يا الله يعزك وائل، الله يحفظك الله يسلمك يا امير، والله يكرم اللي عندك بابك واصدقائك، ونشوف خويا في ساعه خير ان شاء الله حبيبي. انت واصل على الخاص، الله يحفظك ان شاء الله، ان شاء الله الله يسلمك. مع السلامه. مع السلامه شمشون يا حبيب الروح والله.